السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار: النزاهة، صدور 90 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر. كشفت هيئة النزاهة الاتحادية الأحد عن صدور 90 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في كانون الثاني الماضي، 161 عدد عمليات الضبط، 91 المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود، 90 أوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات العليا، 117 أحكام الإدانة القضائية، 147 المدانون بأحكام قضائية، 47 ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة، 3147 استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة، 23 المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح، 51 زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، 20 الدورات التدريبية والورش والندوات التي أقامتها الهيئة، 4 الإصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية، 3 البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية وسواها من الأنشطة العلمية، مكتب الإعلام والاتصال الحكومي.